صادات الدفاعية، دورة تدريب اصطياد الدبابات، العربات المدرعة. نماذج حزم التدريب الخاصة بنا للقوات البرية هي كما يلي: حزمة دورة تدريب العمليات البرية، حزمة دورة تدريب القناص، حزمة دورة تدريب قناص المهام الخاصة، حزمة دورة تدريب الحماية، حزمة دورة تدريب التخريب، حزمة دورة تدريب الحرب غير النظامية، حزمة دورة تدريب العمليات في المناطق المأهولة، حزمة دورة تدريب القتال تدريب الفردي المتقدم للجندي الواحد، حزمة دورة تدريب الاستطلاع المتقدم للمدفعية والهاون، حزمة دورة تدريب صيد الدبابات. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت للاطلاع على نماذج الحزم التدريبية للقوات البرية. ملاحظة: لا تقتصر تدريباتنا على نماذج حزم التدريب خاصتنا. حزمة دورة التدريب اصطياد الدبابات. مواضيع التدريب: يتم تقديم التدريبات حول المناهج الرئيسية التالية في دورة تدريب صيد الدبابات التي تم إعدادها لهذا التدريب من قبل مدربين مؤهلين في دورة صيد الدبابات: قنابل بندقية مضادة للدبابات، منظومات الدفاع الجوي المحمولة، نظام دفاع جوي محمول، من نوع أسلحة خفيفة مضادة للدبابات التي تطلق من الكتف، صواريخ وقذائف موجهة وغير موجهة، تاو RPG-7 لاو إلى آخره، آلات اللهب والضباب والقنابل المسيلة للدموع، المواد والمعدات المساعدة لتعطيل الجنازير ومجموعة نقل الحركة باستخدام مواد مانعة يمكن العثور عليها بسهولة في الميدان ويمكن تصنيعها على الفور. قوالب التدمير: العبوات الناسفة، المتفجرات اليدوية، ألغام دبابات، زجاجات حارقة، قنابل ضبابية وحارقة. القضاء على تردد المتدربين تجاه المركبات المدرعة وزيادة شجاعتهم. الاستيلاء الآمن على مركبات العدو المدرعة، وفي الحالات التي يتعذر فيها الاستيلاء عليها كيفية تخريبها أو تدميرها لجعلها غير فعالة. التعريف بالدبابات التي يستخدمها العدو، قدراتها ونقاط ضعفها. فصل المشاة عن الدبابات وخلق نقطة ضعف ضد صيد الدبابات. الإجبار على إغلاق فتحات الدبابة. تحسين قدرة صائدي الدبابات على الصعود والنزول من الدبابات. تحضير حفرة صائدي الدبابة. استخدام الأسلحة المضادة للدبابات. استخدام قاذفات اللهب. التعرف على مواد التدمير واستخدامها وإجراءات تدمير وإتلاف الدبابات والعربات المدرعة. عمل عوائق مناسبة ضد الدبابات. الدفاع ضد الدبابات في المناطق المأهولة. الاستيلاء على الدبابات السليمة. الكفاءات المطلوبة للمشاركة في الدورة: من أجل المشاركة في الدورة يجب أن يكون المتدربون قد اجتازوا بعض التدريبات واكتسبوا قدرات معينة نتيجة لهذه التدريبات، وهي كحد أدنى الكفاية من حيث اللياقة البدنية والتربية البدنية القتالية، خبرة كافية في موضوعات التدريب القتالي الأساسي والمتقدم، تحقيق النجاح في مهام المشاة والرمي بالأسلحة المضادة للدبابات، تطبيق الرمايات المنسقة والفنون والتكتيكات المتقدمة للجنود بنجاح، اجتياز تدريب تيم المشاة أو الفصيلة القتالية بنجاح وفقا لمعاييرهم، معرفة نقاط القوة والضعف في الدبابات والمدرعات وواجبات طواقمها. المهارات التي سيتم اكتسابها بنهاية التدريب: يكتسب المتدربين المشاركين بدورة قنص الدبابات ما يلي: نصب كمين للدبابات والاستيلاء عليها سليمة إن أمكن، تخريب وتدمير الدبابات والعربات المصفحة التي لا يمكن الاستيلاء عليها سليمة، حرق الدبابة وتدميرها، فصل الدبابات عن المشاة وتركها غير محمية، التأكد من حد الرؤية والقدرة على إطلاق النار لطاقم الدبابة،
إجبار طاقم الدبابة على إغلاق فتحات دروعهم. سيكتسب المتدربين بنهاية التدريب مؤهلات صياد الدبابات شجعان ومدربين. يتم منح الناجحين شهادة تخصص صياد الدبابات بعد الاختبارات والتقييمات التي سيتم إجراؤها في نهاية الدورة. مدة الدورة: يتكون تدريب صيد الدبابات من برنامج مدته أسبوع واحد في المجموع، يشمل التدريب النظري وأنظمة المحاكاة والتدريب العملي. من يمكنه الانضمام إلى دوراتنا؟ جميع خدماتنا التدريبية والاستشارية مخصصة للقوات المسلحة وتشكيلات قوى الأمن الداخلي في البلدان الصديقة والحليفة. لا يمكن المشاركة في تدريباتنا بشكل فردي.